السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دابا كنت واجد في المركز ديال الشيخ نعيم. أنا حالة من الحالات اللي تعالجوا بإذن الله. أنا دابا أشنو اللي وقع لي دابا؟ 5 سنين هادي كان عندي سحر وأنا ما كنتش حاسه بيه، ما عارفاش. كنت دازت عليا مشاكل، السحر اللي كان مدير ليا باش نتفارق مع الزوج ديالي، صافي ما نبقاش معاه. دازت عليا مشاكل، داك السحر نيت شد فينا وحنا ما عرفناش والسحر. انا وليت كنشك في الزوج ديالي، الزوج ديالي كيشك فيا. المهم مشاكل ديال الطلاق، وصلنا الطلاق، وصلنا لدرجه الديور، الدار اللي سكنت فيها كنرحل منها، ما كنبقاش فيها، ما كنحملهاش، كتجيني ظلام، دوس زعما على راجلي عادل. واحد النهار مؤخرا شي شهرين دابا هزيت، صافي قلت لي غنرحل لمدينه بني ملال. نط هزيت الرحيل، الزوج ديالي ساعدني باش نديت نمشي، هو بقى خدام في مدينه هنايا بلا ما نذكرها، وانا مشيت لبني ملال. وفاش ملي مشيت لبني ملال جلست واحد الشهر. واشنو السبب باش غادي نوض؟ نمشي انا عند واحد الراقي باش غنكتشف راسي، لانني انا مريضه. ولدي كينوض كيغوت ليا بالليل، كيغوت كيبغي يهرب، كنشدو كيغلبني. يلا عنده 11 عام كيغلبني لدرجه ما كنقدرش نشدو، وكيغوت والعقل ديالو خارج. ملي مشينا عند واحد الراقي في بني ملال طحت، من تما غادي نكتشف انا بانني انا مريضه. من تما بقيت كنجيب كراقي للدار، هادشي اللي فيا كيضحك. كانت كيهضر الراجل وكيقول لك انا ولادي ثلاثه. ملي كيجي عندي شي راقي كيضحك عليه، كيضحك يستهزئ منه، كيقول لي غلبتك، ضحكت عليك، انا ما يمكنش نخرج من هذا الجسد، انا خادم سحر ما نقدرش نخرج من هذا الجسد. بقيت هكاك، الراقي اللي جا كيضحك عليه، كيستهزئ بيه، كيضحك عليه. ونهار بغى الله، بغى لي باش غادي يبغي لي الله الشفاء، ناض الاخ ديالي جبد لادريس ديال الشيخ نعيم، جبد جينا لعندو المركز. النهار اللي غادي نجي فيه الاول ما قديتش ندخل المركز، صافي باغا نهرب ليهم، كنغوت ما باغاش، ما قديتش ندخل، كتغوت لدرجه ملي دخلت لعند الراقي هضرات مراه، صافي نطقات مراه جنيه، كتقول لي انا جنيه. المهم نطقات مراه، مابقاش انا هذا، انا فلان، كيضحك كيستهزئ، نطقات مراه. ملي نطقات هذيك المراه صافي درت الرقيه الاولى شويه، ما بغاتش تخرج، ولات كتقول لي انا خادمه سحر، انا ما نخرجش من هذا الجسد الا ما تفكش السحر اللي مديور ليها. ملي دوزنا الرقيه الثانيه الثالثه صافي جيت، قال ليها دابا، قال ليها الراقي اشنو دابا باغا؟ غادي تخرجي من هذا الجسد؟ المهم بحال تحلف عليها. ملي قالت ليه انا دابا حاجه وحده، لا بغيت نخرج من هذا الجسد خاص السحر يتفك، نمشي معاهم للروضه، غنولي ليهم، نولي لهم السحر فين كاين. مشينا للروضه، ما عرفتش داكشي نيت واش تفك باذن الله، هي قالت لي تفك. ملي صافي مشي جينا لعند الراقي، جيت عاديه، ما حسيت حتى بشي حاجه. المهم من تما تنفست بعد شويه. الغد جيت عاوتاني عند الراقي، بدات كتهضر هضرات، قال لي علاش ما بغيتوش تخرجوا؟ قالت ليه دابا انا السحر اللي كان راه تفك، ودابا انا كنمشي وكنرجع. صافي الغد ما تليتش، ما بقات حتى شي حاجه، صافي بلاتي هي كتقول لي انا غنخرج، الا ما خرجتش غادي نموت، انا ما باغاش نموت. صافي لحد الان دابا كنجي كندير الرقيه الحمد لله، الحمد لله. درت الحجامه، درتها جوج حصه الحمد لله، بقيت مواظبه على هذا العلاج، تبعت معاهم الحصص، جيت درت الحجامه عاد ثاني جوج المرات، والحمد لله. هذا المركز هذا ما نكذبش عليكم، انا كان اقسم بالله العلي العظيم الى مركز، ماشي زعما انا باغا نشكره ولا، ما شاء الله عليه، الله يكمل ليهم والله يكمل ليهم على المسيره ديالتهم.